فهذه العملية كانت الغاية من عندها أو الفكرة أنه كما ارتأت البنك المركزي أنه تسهل عملية الزخم لمسألة استلام الرواتب وتوزيع المنافذ اللي ممكن للمستخدم يأخذها. لكن إذا أخذنا هذه الحاجة أو هذه الفعالية بشكلها الحقيقي، فبمعنى أنه البنك المركزي أو مصرف الرشيد أو أي جهة رسمية ارتأت أنه تتعامل بهذا الموضوع، فهي فشلت في أنه تحقق الغاية، لأنه التكلفة أصبحت عالية وأصبح هناك وسيط مستفيد من نسبة مالية يدفعها الراتب أو المستفيد، وبالتالي هي مخالفة لكثير من التعاملات المصرفية اللي ممكن بكل العالم تتعامل به. يعني هو من هنا يجي السؤال أنه إحنا لماذا لجأنا إلى هذه الشركات؟ ليش مو هو المصرف يقدم هذه الخدمات؟ يعني ليش يصير هذا الوسيط؟ هل لا توجد قدرة لدى المصارف العراقية الحكومية على توفير هذه الخدمة؟ أم هنالك شيء يعني يحتاج أن نوضحه؟ أرجوك شوية بشفافية عالية دكتور. هذا اللي أنا ابتدأت به، أنه بشكل مبسط كيف تم العملية. فإذا تكلمنا عن أنه وسيط، فإذا فشلت الحالة، لأنه أولا الوسيط يجب أن يكون بمهنية جدا عالية، بخبرة سنوات كبيرة جدا، برصانة عالية كشركة. فإذا أخذنا السيرة المهنية الفنية للشركات الآن المتعاقدة، فولا واحدة ممكن تمتلك بها الرصانة العالية، هذا مطعن بها، لكن أنا أتكلم بمهنية جدا عالية، أنه ممكن تؤدي هذا الغرض يعني. وتأكيدا على الكلام، هناك كثير من الاضطرابات اللي تواجه هذه العملية، خلينا نأخذها بمعدلات رقمية أفضل يعني، أنه طيب ومقارنة بكل العالم. وممكن تأخذ أي بنك أو أي مصرف الآن بالعالم، نعم، عندما يعني ينطي بطاقة الكي كارد أو بطاقة الفيزا أو الماستر كارد، فهي تنطيها للعميل أو المستفيد أولا مجانا، مع قائمة من الامتيازات اللي هو ممكن يستفاد من أدها العميل أو المستفيد من هذه العملية بشكل كبير جدا. إذا أخذنا الآن بالعراق، فالبطاقة تكلف تقريبا 10,000 أو أكثر أو أقل لإعادة إصدارها، هذا من جانب. هناك رسوم تستقطع من كل راتب بمعدلات معينة. إذا أخذنا أيضا بمعيار رقمي يعني حتى نوضح حجم المشكلة، أنه هناك تقريبا أكثر من 8 مليون مستفيد موظف أو متقاعد. إذا تكلمنا عن سعر فائدة دولار واحد، فإحنا نتكلم عن 8 مليون دولار تستقطع بمرة واحدة. فإذا تكلمنا عن أكثر من 1 دولار، فإذا القيمة المستقطعة راح تكون أكبر.